الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه، ضيف البرنامج الدائم. مرحبا بكم. حياكم حياكم الله الله. ومرحبا الله بكم، أهلا يحفظك. بكم وحياكم. انتهينا أيها الأحبة في الحلقة الماضية من شرح بيت الشاطبي، ومن وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، يتعلق بصلة ميم الجمع لابن كثير طبعا ولقالون بخلف عنه. واليوم نتابع من ضمن أبيات طبعا أم القرآن، نعم، نحن ينتبه. في سورة أم القرآن، وهذا هو الجزء الثاني أيوة، من شرح هذا الباب. نقرأ الأبيات كما هي العادة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن دون عفوا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. نحن ما زلنا في الحديث عن نعم، ميم ميم الجمع. الجمع. نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة ضرورة الوقت هي الذي جعلتنا نقطع الحديث عن صلة ميم الجمع، وإلا البيتان متعاقبان مترابطان مع بعضهما. ولذلك لما أقول ومن قبل همز القطع صلها، أي صل ميم ميم الجمع، الجمع، الهاء الضمير عائدة على ميم الجمع التي وردت في البيت السابق. في البيت وصل يبدو ضم محذوف، ميم الجمع قبل محرك، في البيت وصل. يوجد محذوف الذي شرحناه في الحلقة الماضية. أي نعم، نعم. أي نعم، الذي تم شرحه. فهناك طبعا أذكر إخواني وأخواتي المشاهدين أن البيت السابق كان قد بين الناظم من خلاله أن ابن كثير رحمه الله يصل ميم الجمع قبل محرك دائما بقولا واحدا من كلا الروايتين، وقالون بتخييره جلا، يعني قالون يقرأ بالتخيير. طبعا هنا جلا ليست رمزا، ننبه الإخوة أنه ليست رمزا، لأنه لا يجمع بين الرمز والتصريح بالاسم. والتصريح. ولذلك الجلل اللي هو في الأصل هو رمز ورش، ورش ما له علاقة وليس في له الموضوع. علاقة. نعم. ورش حديثنا عنه في هذا البيت. ورش أيها السادة هو يصل ضم ميم الجمع في حالة واحدة بشرط أن يكون بعدها همزة قطع. وهمزة القطع أذكر إخواني وأخواتي هي الهمزة التي تكون ثابتة في الوصل والوقف، وهي بخلاف همزة الوصل. همزة الوصل لا يوصل قبلها ميم الجمع لأنها لا تكون إلا قبل ساكن، وهي تسقط في الوصل إذن يكون بعد الميم ساكن. ولذلك ميم الجمع إن جاء بعدها همزة وصل لا توصل لأحد من القراء لأنه يلتقي ساكنان. أما بالنسبة لورش فلذلك قال ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، صل ميم الجمع قبل همزة القطع. هنا الحقيقة نبه بعض الشراح كأبي شامة وغيره أنه قد يظن ظان أنه ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، قد يفهم من هذا أن ورش فقط، أن قالون وابن كثير يصلونها إذا لم يكن، إذا لا يصلونها إذا كان قبل بعدها همزة قطع. قد نعم. ولذلك قال لو أنه قال ومن قبل همز القطع وافق ورشهم، أي وافق ابن كثير وفي حالته، يعني هو يريد، جزاه الله خير حقيقة، لفتة هو طيبة، كان كثير التعقب على. نعم. لفتة طيبة. لكن لما نقول هنا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، أي أن ورشا يوافق قالون وابن كثير في صلة ميم الجمع التي قبلها همزة قطع، ولكن طبعا كل على مذهبه في مسألة المد. وهنا هذه النقطة، لو قال وافق ورشهم وافق في لربما الصلة، ظن السامع أنه يوافقه أيضا في لا هدم هو المد وافق، الحقيقة والأمور وافقهم في الصلة. في الصلة. يعني الآن مثلا لما قال ابن كثير، نص على ابن كثير وقالون، لم يتوافقا في المد، فابن كثير مثلا عنده قصر القصر وقالون وقالون عنده بتخييره. القصر والتوسط. نعم. فلذلك قالون لما الآن ننظر إلى تركيب الوجوه كما يقول العلماء، قالون له بالنسبة لصلة الميم وعدمها والتوسط والقصر له أربعة وجوه في كل القرآن. لما نقرأ مثلا لقالون نقرأ بالأربعة أوجه، هذه الأربع أوجه العامة، يعني الصلة على القصر، الصلة على التوسط، السكون على القصر، والسكون على التوسط بالنسبة لمد المنفصل. هذا بالنسبة للحقيقة تحريرات ستأتي لها مجالها إن شاء الله. نعم. ومن قبل همز القطع إذن صلها أيها القارئ لورشهم، هو فقط الذي يصلها قبل همزة القطع فقط، ولا يصلها إن كان بعدها حرف غير الهمز. نعم.
هذا مذهب ورش. وأسكنها الباقون بعد لتكملة، أسكنها الباقون بعد لتكملة، هذا تكملة البيت أن بقية القراء يسكنونها ولا يصلونها. قد يقول قائل أنه يفهم من هذا الكلام، يفهم من الضد لماذا نص عليه، زيادة في التأكيد أن بقية القراء غير ما ذكر يعني ابن كثير وقالون وورش، غير هؤلاء مذهبهم اسكان الميم وعدم صلتها. وطبعا اذا كان الميم في حاله الوصل بعدها ساكن تضم حتى لا يلتقي ساكنين، كتب عليكم القتال او الى اخره كما سياتي. وسياتي الحقيقه الحديث عن حركه الميم وحركه الهاء التي قبلها في الابيات القادمه. نعم، طيب نسمع التطبيق لما فيما يتعلق بميم وصل صله ميم الجمع لورش. نعم تفضل. حرمت عليكم أمهاتكم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. جزاك الله خير ما شاء الله تبارك. طيب الشيخ قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بالميم والهاء التي قبلها، لو نجمل الحديث عن صلة ميم الجمع، مذاهب القراء إجمالا سريعا. أحسن الله إليك. مذاهب القراء في صلة ميم الجمع ثلاثة مذاهب، مذهب ابن كثير أو أربعة، خلينا نقول أربعة مذاهب. مذهب ابن كثير صلة ميم الجمع إذا جاء بعدها متحرك مطلقا في كل القرآن، سواء كان بعدها همز أو غيره، قولا واحدا من كلا الروايتين. ومذهب قالون أنه يصل ميم الجمع بخلاف عنهم، أي يصلها ويسكنها، يصل ويسكن، هذا قالون. المذهب الثالث مذهب ورش، يصل ضم ميم الجمع بواو طبعا إذا جاء بعدها همزة قطع دون غيرها من الحروف، مع على مذهبه الذي هو إشباع المد لأنه سيكون من قبيل المنفصل. أما بقية القراء فمذهبهم إسكان الميم سواء كان بعدها همزة قطع أو غيرها. طيب إذن أربعة مذاهب. أربعة مذاهب. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى كما هو موضح أمامكم على الشاشة: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. أعيد قراءة الأبيات مرة أخرى: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملة. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك على القراءة المتقنة المنضبطة. وبالمناسبة أرجو من إخواني أن ننتبه يعني لقراءة الأخ أحمد لأنها منضبطة في مسألة ضبط الألفاظ بألفاظها، ونحن نقرأ يعني كما يقولون كما بما يترجح لدى العلماء في مسألة الضبط. أحيانا يكون بعض في نوع من الخلاف، فنحن نحاول أن نأتي لكم باللفظ الراجح في مسألة رواية الشاطبية إن شاء الله تعالى. فأرجو أن نتنبه حقيقة لكيفية قراءتها، وخاصة الإخوة الذين لم يحفظوا حتى يحفظوا صوابا. إذا حفظ يصعب التغيير. إذا حفظ يصعب التغيير. هنا هذا البيت الثالث عشر بعد المئة، قول الإمام الشاطبي: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. والحقيقة هنا في روايتين، إما قول ضمها أو قول ضمها أو ضمها، ضمها قبل ساكن ضمها أو ضمها لكل، كما يعني دائما وأبدا في هذا الخلاف الذي يرد عن العلماء. هنا يقول إنه ما دام أنهينا الآن الحديث عن صلة ميم الجمع،
الآن بدأ الحديث عن حركة الميم، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، هذا مذهب الجميع. يعني إذا كان جاء بعدها سكون، وهذا طبعا نبهت عليه في البيت السابق لكن أعيد أؤكد عليه كما أكد عليه الشاطبي الآن رحمه الله، إذا جاء بعد ميم الجمع ساكن لا تمد، لا توصل، لأنه يلتقي ساكنا. طيب حركتها كأن سائلا سأل، ما حركتها؟ ضمها قبل ساكن. فذلك وبعد الهاء، هذا مذهب آخر. إذا مذهب الجميع. طب عفوا دكتور، قبل أن ننتقل إلى فيما يتعلق بالهاء، هنا نضم لكي نتخلص من التقاء الساكنين، يعني في هذه الحالة نضم. طيب في الحالات الأخرى كالتي مثلا واو الجماعة مثلا أو كذا، نتحدث عن التقاء الساكنين سريعا في جميل القرآن. جميل، أحسنت في سؤالك يا شيخ أحمد، أحسنت في سؤالك. لماذا اختير الضم في الميم؟ الحقيقة هذا يعني فاتني التبيه، ولذلك أنا دائما أقول السؤال مفتاح العلم. سؤالك جيد وفي محله. الحقيقة الاختيار هنا لأنه الأصل، فلما وصلنا أعدنا الميم إلى أصلها. أصل الميم هنا أنها تضم، فضم الميم كأنهم قالوا أعادوها لأصلها، ولذلك قالوا أن الدليل على أنه أصل الميم الضم أنه لو كانت بعدها ضمير آخر مثلاً ستكون مضمومة. يعلمون مثلا أسقيناكموه الهاء الضمير أسقيناكموه. فلذلك لما ضممنا احنا رجعنا، مش أتينا بضم، لا رجعنا الضم الأصلية لها. ولذلك يخطئ بعض الناس عندما يقول إذا التقى ساكنان كسر الأول منهما. الحقيقة لم لا 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 نقول بالكسر، وإنما أقول يحرك الأول. لذلك مذهب إذا سمح للوقت يعني أقول هذا، الوقت يسمح إن شاء الله. لا يجوز التقاء الساكنين وصلا، لا يجوز التقاء الساكنين وصلا. فإذا التقى ساكنان طبعا إلا إذا كان في كلمة واحدة، فعندئذ نأتي بالمد اللازم. إذا نعم حرف هذا مد. في حالة المد إذا اللازم. كان أول الساكنين حرف مد نعم. في كلمة، في كلمة واحدة، في كلمة واحدة مد مدا لازما. أما إذا كان حرف المد في كلمتين مع الساكن، أو هناك حدث. بعض الحالات الطارئة يعني سنتحدث عنها في فاءات البزي أو غيره. نعم. إذا كان في كلمتين، هذا القاعدة العامة. إذا كان التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول منهما حرف مد حذف، مثل محلي الصيد، أصلا محلي الصيد، ذاقا الشجرة، قالوا طيرنا، لا يجوز أن تبقى حروف المد هنا. قول قالوا طيرنا بك، غير محل الصيد، ذاق الشجرة، فحذفت الألفات الحروف المد هنا لالتقاء الساكنين، منعا من التقاء الساكنين. فإن كان الساكن الأول من الكلمتين حرفا صحيحا ليس مديا حرك، يحرك بالفتح مثلا في من، من المؤمنين رجال، حركناها بالفتح. يحرك بالضم هنا في ميم الجمع، عليكم، كتب عليكم القيامة، عند جمهور العلماء، عند الجمهور كما، لكن في بعض الخلافات لا جاي عند إلا ما يستثنى بعد يستثنى. وتحرك بالكسر غالبا، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني قالتي يرسل السماء عليكم. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، اللي هو مسألة التحريك، هل يكون بالكسر أو بالضم، لثالث يضم لزوما كسره في ند حلة كما سيأتي معنا في بيت الشاطبي رحمه الله. أما بشكل عام مذاهب القراء أن التحريك يكون أغلبه في بالكسر، وقد يحرك كما قلت بالفتح أو بالضم بحسب الأحوال. يعني إذا من الخطأ أن يقول أن يجعل القاعدة مقردة ويقول إذا التقى ساكنان يكسر أولهما، لا يحرك، يحرك إذا كان حرفا صحيحا يحرك، وإذا كان حرف مد يحذف، نعم، منعا من التقاء الساكن. نعم. ثم بعد ذلك في البيت قال وبعد الهاء كسر فتى العلا، اللي هو أبو عمرو البصري. إذا جاء بعد الهاء كسر، كسر الميم، كسر الميم إذا جاء قبلها هاء، بشرط أن يقع قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة. هذا الشرط الذي ذكره في البيت التالي، البيت الرابع عشر بعد المئة، مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. يعني كأن هنا القاعدة تقول أبو عمرو البصري يكسر ميم الجمع بشرط أن يقع قبلها هاء، ويكسر الهاء أيضا،
مع الهاء لاحظ وبعد الهاء لكل وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملة هذا الشطر الثاني دعنا نأخره قليلا لحمزة والكسائي أما مذهب أبي عمرو البصري هنا فهو كسر الهاء والميم حالة الوصل إذا وقع قبل الهاء ياء ساكنة أو كانت أو كسرة وطبعا أعطانا أمثلة عليها مثل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أو مثلا يريهم الله يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كتب علي الآية القرآنية كتب عليكم القتال عليهم عليهم فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال نعم وأيضا وقتلهم الأنبياء لاحظ نلاحظ هذه الأمثلة نجد أن قبل الهاء إما كسرة أو ياء ساكنة فعندئذ تكسر ميم الجمع طبعا الهاء في الأصل مكسورة طبعا فصار عندنا الكسر على الهاء والميم التي بعدها وهذا مذهب أبي عمرو البصري رحمه الله إذن القاعدة أن تكسر ميم الجمع إذا كان ما بعدها ساكن وما قبلها هاء وقبل الهاء إما كسر أو ياء ساكنة أو ياء ساكنة نعم هذا مذهب أبو عمرو البصري لذلك قال وبعد الهاء كسر فتى العلى لاحظ هنا أنه بعد الهاء شرط أن تأتي الميم الساكنة بعد الهاء أما مثلا عليكم لا إيه هذا هذه لا عليك لا لا كتب لا عليكم ما ما لا 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 مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة إذا عندنا هنا شرطين أن يأتي قبل الميم هاء والشرط الثاني أن يكون الحرف الذي قبل الميم الهاء إما مكسورا أو ياء ساكنة هنا إذا تحقق الشرطان نكسر الميم والهاء تكون مكسورة من قبل نعم. فتكون نعم. وطبعا هذا في وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة وفي الوصل كسر الهاء بالضم نعم هنا حمزة والكسائي يضمون الشين نعم يضمون اللي هم شمللة نعم وشمللة طبعا هرولة كما يقولون أو أسرع يعني هو نعم. عنده شمللة وشكلة وشلشلة وكلها تأتي إن شاء الله نعم. وفي الوصل كسر الهاء بالضم يعني يقرأ كسر الهاء بالضم شمللة اللي هو حمزة والكسائي ويبقى حمزة والكسائي على أصلهما بضم الميم ومن دون وصل ضمها قبل ساكن ضمها قبل ساكن الميم تبقى مضمومة نعم والهاء هنا تضم وكسر الهاء بالضم شمللة شمل عليهم عليهم القتال نعم نعم, نعم وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة حمزة والكسائي يقرأها بالضم وأعطانا أمثلة بعد ذلك والأمثلة التي أعطانا إياها شاملة لما قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة أو ياء ساكنة, أو يا ساكنة نعم. فأعطانا مثال كما بهم الأسباب بهم بهم الأسباب هذا لحمزة والكسائي نعم ثم عليهم القتال كتب فلما كتب عليهم القتال عليهم هذا لحمزة حمزة والكسائي طبعا ثم ختم البيت بقوله وقف للكل بالكسر مكملة يعني كل القراء إذا وقفوا هذا في حالة الوصل الكلام نتكلم عنه إذا وقف فالجميع يكسر الهاء يعني لما نقول مثلا عليهم القتال فلما كتب عليهم ما عدا حمزة طبعا لأنه على مذهبه, في قضية نعم. عليكم عليهم إليهم حمزة ولديهم وجميع ضم الهاء وقفا نعم. وموصلة نعم. أما عند الوقف للكل على بحسب المذهب الأصلي أيوة ما عدا عليهم وإليهم نعم. ولديهم طيب نستمع إلى الأمثلة فيما يتعلق بها الهاء والميم لأبي عمرو البصري ثم لحمزة والكسائي من الشيخ محمد نزار مريش وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم نعم ما
شاء الله تبارك. يعني قراءة الشيخ محمد نزار ما شاء الله منضبطة. جزاه الله خيرا. الحقيقة الأخ محمد نزار يعني من الإخوة الأحبة الضابطين للقراءة الجامعين لها، إن شاء الله أن يثيبه، وهو له جهد الحقيقة مبارك في القراءة والإقراء، إن شاء الله أن ينفع به وبإخوانه الذين على شاكلته. آمين آمين. طيب يا شيخ، بعد أن انتهينا من شرح الأبيات في سورة أم القرآن، هذا نكون الحمد لله رب العالمين قد أنهينا الأبيات سورة أم القرآن. والحقيقة نحن نذكر دائما إخواني أن الشرح نحن نختصر، لو أردنا أن نتوسع في الأبيات لكان، لكن يعني فزاحم في بالذكاء تفضل. نحن على مذهب الشاطبي، على مذهب الشاطبي نحن نعطيك اللمع، وإن شاء الله تعالى بقية هذه الجهود إن شاء الله. وكثير من الإخوة الحقيقة يسألون من خلال الموقع، وأنا أشكر الإخوة الحقيقة الذين يتابعون عن طريق الموقع في الإنترنت. نعم، هناك من يلخص يلخصون. أنا سمعت بعض الحلقات يعني صورة وصوتا، وهذا شيء طيب جدا. كتابة وصوتا، وهذا الحقيقة نحن نثني على إخواني الذين يساعدون في مثل هذه الأمور. وإذا كان هناك أي سؤال حقيقة، سواء كان عن ما تم شرحه أو عن المراجع وكذا، فنحن نتلقى هذه الأسئلة بصدر رحب ونجيب عليها بمشيئة الله تعالى. وملاحظاتكم محل الحقيقة دائما يعني متابعتنا، وأخي فضيلة الأستاذ أحمد دائما يسألني حقيقة أنه والله ورد هذا السؤال، ما رأيك فيه؟ فإن شاء الله تعالى يكون النافع الطيب بمشيئة الله تعالى لكم. الله خيرا. الحقيقة في نهاية هذه الحلقة كما تعودنا دائما نطرح بعض الأسئلة، وبالأسئلة مفتاح للأجوبة وللتثبيت المعلومة. في هذه الحلقة السؤال الأول: ما مذهب ورش في صلة ميم الجمع؟ وضح مذهب ورش في صلة ميم الجمع مع الأمثلة. السؤال الثاني: ما مذهب أبي عمرو البصري في ميم الجمع؟ لا في الصلة ولا في ما مذهب، وضح مذهب أبي عمرو البصري في ميم الجمع مع هاء الضمير التي في حالاتها المختلفة. السؤال الثالث: وضح مذهب حمزة والكسائي في ميم الجمع وصلا ووقفا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. نشكركم أيها الأحبة الكرام على حسن متابعتكم. نلقاكم في الحلقة القادمة مع باب الإدغام الكبير بإذن الله. لكم مني ومن فريق العمل أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خاف